السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم المحاضرة الثانية الخاصة بنظريات الزحف اللي هي لين ويت كريب ثيوري. النظرية الثانية بعد ما أخذنا بالمحاضرة الأولى ضمن الانترودكشن اوف هيدروليك ستراكشر محاضرة أو نظرية بلاي اللي خاصة بالزحف. اليوم ناخذ نظرية لين. شنو الفرق بين النظريتين؟ ليش هاي النظرية اختلفت عن هاي النظرية؟ ليش ما مشى لين على نفس نظرية بلاي؟ بعد ما درس لين دخل بالسويل يعني تيكستشر، بدراسة السويل تيكستشر والجيوتكنيك، وجد من خلال وطبق هاي النظرية على 200 سد حول العالم. وجد هذا العالم انه التأثير، احنا مثل ما قلنا تناولنا مسبقا، قلنا الماء حسب نظرية بلاي، قلنا الماء انه من يسري بمسار عمودي زائد المسار الافقي. فش قال؟ قال انه تأثير، بنحسب اني المسار الافقي ما له تأثير بطول خط الزحف مثل المسار العمودي، لذلك ما راح اخذ المسار العمود الافقي كله يعني زائد L1 زائد L2، وانما اخذ فقط ثلث من عنده، بينما المسار العمودي ياخذه بالكامل. فيقول واحد عمودي يعني الكل العمودي اخذه، الى الافق ايش قد اخذ من عنده؟ اخذ من عنده فقط ثلث. هي هاي تفسير هذا الكلام. دي يقول بلاي عندما درس طول خط الزحف كان انه مباشرة هو يجمع المسافات الافقية والمسافات العمودية للماء او لطول خط الزحف. لكن اجى العالم لين بعد ما طبق هاي نظريته ودرسها حول 200 سد حول العالم، وجد انه المسافة الافقية الهوريزنتال هي اقل تأثير بتقليل ابلفت برجر، تمام، او نتيجة فقدان الهيد لوسز. لذلك يأخذ المؤثر الأكبر هي الفيرتيكال المسافة العمودية. لذلك إيش قال بنظريته؟ قال إنه أنا راح أخذ يعني وزن من المسافة الأفقية فقط ثلث المسافة الأفقية، والمسافة العمودية واحد يعني بالكامل، يعني واحد في المسافة، يعني وكأنه أخذ المسافة العمودية كلها، لكن المسافة الأفقية إيش يأخذ من عتها؟ فقط ثلث من عتها. فهو هذا الفرق اللي نقول احنا الدفرنس او الفرق او الكومبارجن بين النظريتين. خاف يجيك كسؤال بالامتحان. فهي لتمثيل خط الزحف او الفلونت، يعني خط شبكة الجريان اللي تصير تحت قاعدة المنشأ الهيدروليكي. فنجي احنا شنو نسمي ذاك بالنظرية بلاي؟ شنو نسميه L؟ حتى نفرق بين ال L هذا وبين ال L مال بلاي نسميه دائما LW او L1، او احنا بالمثال انا من حليت لكم المثال بوقتها سميت لكم يا LW. ليش؟ حتى افرق عن الطول اللي كان يحسبه بلاي. فهنا انا مسمي L1، ماكو فرق. هي عبارة عن شنو؟ D1 زائد D1 يعني ويساوينا يعني 2 D1 زائد هذا L1 اللي هي المسافة العمودية، حتى اكبر لكم الرسم يكون واضح، المسافة الأفقية العفو الهوريزنتال ديستانس اللي صايرة من هاي الجهة الأبسط الى هائلة، يعني من نقطة AC الى نقطة DE، ما اخذ L1 كله، اخذ فقط ثلث L1، والL2 ما اخذه كله، اخذ فقط ثلث L2، لكن المسافة العمودية اخذها بالكامل. فهسه اذا قلت لك احسب لي طول خط الزحف نسبة الى نظرية لين، شو تقول؟ تقول D1 زائد D1 زائد ثلث 1/3 في L1 زائد D2 زائد D2 زائد ثلث L2 زائد D3 زائد D3. هو هذا طول خط الزحف اللي نحسبه حسب نظرية لين. هو فقط هذا الاختلاف فقط. نجي نحسب التدرج الهيدروليكي اللي هو خط الطاقة، او احنا نسميه كريب لين ثيوري. شو يساوي؟ نفس الاتش على L، نفس هذا الاتش، بس ما نسميه L مثل ما سميناه ببلاي، نسميه LW. ليش؟ حتى نفرق، حتى نسوي تفرقة بين يعني احنا سمينا احنا شنا نسمي L H على L، فحتى نفرق بين ال L اللي محسوب، هذا ال L محسوب بنظرية بلاي، لكن هنا ال LW يا نظرية ويت لين ويت ثيوري. فحتى نفرق بين ال L هنا اعطينا رمز W. خاف احد يسأل على ال W. نجي مثل ما قلنا نحسب ال H على LW اللي التدرج الهيدروليكي، اقارنه مع شنو؟ اذا اردت تحسب احنا ايش قلنا عندنا نظريتين حتى اني اشيك الابلفت برجر والاكزيت جريدين. نجي على الابلفت برجر، اقارن ال H على LW مع من؟ مع 1/C1. C1 شنو؟ معامل الهايد الكوهيجن الخاص بالتربه. انا اعطيك نوع التربه اقول لك كذا، هو اعطيك مثلا السي مالتها C1،
ها زين ست ليش سميتي هنا سي 1 بينما لان ببلاي سميته سي، فحتى افرق بين هذا خاص ببلاي وهذا خاص بلين فسميته هنا هنا واحد على سي، فهذا المد لبلاي، لكن بلين سميته واحد على سي 1 فحتى تعرف تقارن الاتش على ال دبليو مع واحد على سي 1. اذا وجدت هاي القيمه اكبر من هاي اذا راح يكون غير امن ضد الاكزيتك راديانت او الـ او البايبنج، واذا كان لا هذا اكبر الواحد على سي 1 اذا هو امن. يعني لازم حتى انا اتشيك لازم هاي القيمه تكون اصغر من واحد على سي 1. تمام، هذا الجدول مو حفظ. القيمة المطلوبة تعطى لك دائما، يعني هي خاصة بالكوهيجن او التكستشر الخاص بنوع التربة. لهنا ان شاء الله تكون واضحة. الابلفت برجر ايضا احسب الثيكنس الخاص اللي هو التي سي يساوي الاتش بي او الاتش سي تشابه مثلثات، تماما بالضبط نفس نظرية بلاي، نفس هاي النظرية تحسب بتشابه المثلثات، نفس الشيء تحسب الاتش سي تشابه مثلثات والاتش اي تشابه مثلثات، يعني نفس النظريه. بعد ما تحسب الاتش سي والاتش اي ترجع تحسب لي السموك، هذا السموك هذا التي بي، هاي الابلفت برجر بمحاضره لين ما تناولته لانه نفس خطوات بلاي، بالضبط نفس خطوات بلاي تعيدهن. فهسه راح نجي عندي هذا السؤال، اذا اقول لك اني حليها مع نظريه مع العفو نظرية لين ثيوري، هذا السبيسيفيك جرافيتي اللي منطق يا الخاص بالكونكريت حتى تحسب له شنو؟ تحسب للسمك، هذا تحتاجه هنا الاتش بي على جي ناقص واحد، تحتاجه من توصل للابلفت برجر من تشيك لي ضغط الاصعاد تحتاج جي، فانا هنا مطيتك يا كقيمه. وهذا السي 1 بما تحتاجه؟ تحتاجه من تشيك الاكزيت جريدينت. نجي الحل مالته شلون حيصير. اول شيء تحسب ال دبليو، لازم تعرف الخطوات. نمبر 1 ال دبليو هو طول المسافه اللي يقطعها الماء من الاب ستريم للداون ستريم. هاي نانا شو مسويه؟ حاسبه المسافه الافقيه دور حاسبه المسافه العموديه بعدين جامعه، هاي المسافه زائد هاي المسافه. يعني شو مسوي انا المسافه الافقيه هاي ال دبليو؟ نجي هاي المسافات كلها بعد ما جمعتهن ضربتهن في ثلث، ها ثلث حتى انا اخذ فقط ثلث المسافه الافقيه زائد المسافة العمودية اللي أخذها بالكامل. نجي أحد يسألني ست هنا ليش أكو تربيع؟ أكو بعض المسافات أنا أحتاجها من هنا، أحتاجها إنه كمسافة vertical أو كذا أحتاجها، يعني ما موجودة، فأطبق نظرية فيثاغورس اللي هي الوتر تربيع مقابر تربيع زائد مجاور تربيع، فحسبت هذه المسافة. تمام، بعد ما حسبت مسافة ال الكلية عندك ال H اللي هو الهيد أوف ووتر. أرجع للسؤال، السؤال منطيك الهيد اوف ووتر، منطيك بالداون ستريم واي بالمصاب، تطرح هذا ناقص هذا، لا والله ما منطيك بالداون ستريم واي، تاخذ هو هذا نفسه لان هذا ناقص صفر يبقى نفسه، لكن اذا جبت لك بالامتحان هنا اكو مي بالداون ستريم فتطرح هذا الجزء من هذا الجزء، هنا ان شاء الله ما عندكم اي مشكله. فبعد ما حسبت الاتش عندك تروح تحسب الاتش على ال دبليو، تقارنها مع من؟ مع الواحد على سي 1. بما انه طلع الاتش على ال دبليو اصغر من واحد على سي 1، اذا شو نقول؟ اوكي الستركتشر امن ضد البايبنج، يعني التجويفات او التدرج الخروج. بعد ذلك ايش تحسب لي؟ تحسب لي الابلفت برجر. الابلفت برجر شو يساوي لك؟ تشابه مثلثات مثل اللي سويناه ببلاي، تحسب الاتش سي اتش اي، بعد ذلك تطبق هذا القانون الخاص بسمك الارضيه على حسب الاتش اللي راح تحسبه. كم اتش عندك هنا؟ لاحظ هنا على حسب السؤال عندك اتش اكس، هنا عندك اتش واي، وعندك اتش اكس، وعندك اتش زد، فلكل هنا اتش راح تحسبها تحسب لسمك ارضيه. لذلك الحل هنا تلاحظ امامك حاسب سمك الارضيه ثلاث مرات اللي هو تي اكس تي واي تي زد، وهاي القيم اتش اكس اتش واي اتش زد منين حسبتهن؟ من تشابه مثلثات، يشبه تشابه المثلثات اللي سويناه بنظرية بلاي هنا بالضبط نفس هذا. تحسب ال H C ورا ما حسبت ال H هنا هناك شنو مسميهن؟ H X H Y H Z، هنا أنا هنا مسميهن H C H E، ورا ما تحسب ال H هنا قيمته الطبقة هنا حتى تحسب لي سمك الأرضية اللي يوالم هذا الارتفاع، هذا الهيدروليك جريدينت، هذا ال H هو نفسه شنو؟ نفسه هنا هو الضغط الاصعاد، فاني لازم اوفر سمك ارضيه يناسب ويتاقلم مع هذا الارتفاع الهيدروليكي. فهنا بما انه الاتش سي طلع هالقد، اذا احسب له ايش قد سمك الارضيه يصير بهاي الحاله؟
زين اللي هنا انا راح يختلف الارتفاع الهيدروليكي، لان راح يصير المي بعيد جدا، فراح على هذا الاساس راح يكون هنا سمك ارتفاع الارضيه يختلف، فاحسب سمك الارضيه من جديد. تلاحظ هنا هسه بالسؤال سمك الارضيه بهاي الجهه هنا يختلف عن هاي الجهه المصب او الداون ستريم. مو شرط انه تكون الارضيه تكون كلها نفس السمك. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم ايضا تحاولون تستفادون من عندها او تكون واضحه امامكم. التقيكم بالمحاضره رقم 3 الخاصه بنظريات الزحف، وهي اخر نظريه، نظريه خوصله. دمتم بأمان الله وحفظه.